يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه مهمه فيها تفاصيل كتير واخبار متنوعه على مختلف الاصعده سواء عالميا محليا وقبل كل ده طبعا كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الاهلي واخر اخباره وتفاصيله وكل التوضيحات المهمه اللي بيتم اكيد كل جماهير النادي الاهلي بالتحديد فيما يتعلق بازمه تعارض المواعيد ما بين كاس العالم الانديه وبطوله الامم الافريقيه واخر التفاصيل في هذه الجزئيه تحديدا هنتكلم فيها مع حضراتكم في بعض الفقرات المختلفه من حلقه النهارده، لكن المهم دايما هو تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقه وهو ايضا بيتعلق بنفس الجزئيه. في وجهه نظر حضراتكم يمكن نلاقي عندكم حلول يا جماعه لان اتحاد الكره في الحقيقه لحد دلوقتي ما, ما فيش اي رد، في تصريحات امبارح احمد مجاهد هنعلق عليها برده والاتحاد الافريقي لسه ما قالش حاجه والاتحاد الدولي برده لسه ما علقش. فمن وجهه نظر حضراتكم ايه هي الحلول لانهاء ازمه تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم؟ تواصلوا معنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. لكن تعالوا نشوف اهم وابرز العناوين في البدايه يلا بينا. في ترند الاهلي، الاهلي ينصق مع جهاز المنتخب للاطمئنان على المصابين. وفي الترند المحلي المنتخب يستأنف استعداداته لمواجهة تونس أما في الترند العالمي قرعة نارية لدور الأبطال بعد إعادتها طيب يعني كلها عناوين مهمة وأخبار وتفاصيل أهم في الحقيقة وأمور كتير جدا هنتكلم فيها على مدار حلقة النهاردة النهارده تقريبا فيش ماتشات غير ماتش وحيد في الدوري المصري المصري البورسعيدي مع المقصه عوده الدوري امر مهم مع اقتراب انتهاء مشاركه المنتخب الوطني في كاس العرب نتمنى كل التوفيق في مباراه تونس بعد بكره ان شاء الله للمنتخب ويا كمان ناخد البطوله وبعد كده نرجع نشوف المباريات اللي ممكن تكون في اضيق الحدود يعني في الدوري وبعد كده نروح نشوف الارتباطات الخاصه بالمنتخب والنادي الاهلي في كاس العالم هروح لفصل سريع بعديه بقى نرجع نتكلم في كل التفاصيل يلا بينا اهلا بحضراتكم مرة ثانية. يعني في الحقيقة امبارح أكيد يعني اللي ما سمعش تصريحات المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي أو رئيس اللجنة المؤقتة اللي بتدير الاتحاد لحد يوم خمسة من شهر يناير أو من العام الجديد في أول شهر يعني. اللي ما سمعش أكيد قرأ يعني وأكيد تابع التصريحات الغريبة شوية اللي قالها تبدو مبشرة بصراحة هي تبدو مبشرة لينا كأهلاوية. والمنتخب مصر طبعا كمان. لكن على ارض الواقع مفيش اي حاجه رسميه. الراجل قال ايه؟ قال يا جماعه انا بقول لكم اهو في احدى المداخلات التلفزيونيه الاهلي هيلعب بكامل نجومه في كاس العالم. ده سلام حلو قوي. ومنتخب هيلعب بكامل نجومه في كاس امم افريقيا. يا سلام ده جميل جدا. طب ازاي يا فندم؟ آه ليس كل ما يعرف يقال. طب ايه يعني الآلية اللي هتحصل أو اللي هيتم اتباعها عشان كل سواء الأهلي أو المنتخب يلعب بكل اللعيبة بتاعته؟ مش هقول دلوقتي. وإحنا لينا دور وأكيد لينا دور، أنتوا فاكرين إن إحنا قاعدين ساكتين يعني؟ لا إحنا مش ساكتين. إحنا لينا دور. فالواحد عمال يفكر في التصريحات، عارف لما تيجي تقلب الورقة دي تجيبها كده تلاقي الأمور مش نافعة، طب تجيبها كده برده مش نافعة، تعدلها تاني برده مش نافعة. طب أنت هتجيب الحل منين؟ ايه؟ يعني الحل هيبقى يعني بصراحة نتمنى إن يكون في حل وهنكون أول ناس نسقف للمهندس أحمد مجاهد وأول ناس هنشيد بيه ده لو هو فعلاً واخد خطوات فعلية وحقيقية في اتجاه حل هذه الأزمة لكن هو هو هنا السؤال بصراحة طب طالما في حلول فين الشفافية حضرتك؟ طب طالما في حلول ليه حضرتك ما بتقولش للأهلي إحنا وصلنا الحل الفلاني؟ ليه ما ما يعني بيان رسمي من الاتحاد المصري لكره القدم الاهلي بعت لك اكتر من خطاب الاهلي بيقول لك بعد اذنك يا فندم حل شوف المشكله دي لان هي مشكله مش خاصه بالاهلي بس هي خاصه بمصر ومنتخب مصر احنا نفسنا مصر تلعب امم افريقيا وتاخد البطوله وتوصل النهائي بكامل لعيبتها بالعناصر الاساسيه اللي بيبقوا عايزينهم دايما من النادي الاهلي ده طبيعي جدا زي ما بيبقوا عندهم عناصر اساسيه من الزمالك وبيراميدز ومحترفين وكلام من ده احنا نفسنا احنا كمصريين واحنا بنتفرج كده على منتخب بطوله امم افريقيا نبقى قاعدين آه... بنحلم مع المنتخب انه ياخد البطوله نفسنا في كده كلنا واي حد يقول غير كده يبقى غلطان بصراحه وفي نفس الوقت نفسنا لممثل مصر وممثل افريقيا في كاس العالم للانديه انه يشارك في البطوله بكامل نجومه اكيد ليه لا الاهلي ما وصلش للمباراه النهائيه؟ حلم من احلام الاهلاويه. خدنا المركز الثالث اكتر من مره، خدناه مرتين، نفسنا بقى يعني ناخد الثاني، يعني ليه ما ناخدش كاس العالم؟ يا سيدي خلينا نحلم، مفيش مشكله، رغم طبعا الصعوبه في الموضوع ده انت بتلعب مع ليفل عالي قوي قوي يعني، اللي هو بطل اوروبا اكيد يعني، لكن تبقى الفرص متاحه، موجوده لان في الاول وفي الاخر هي كوره. حلو؟ لكن الحلول ازاي؟ تتمثل في ايه؟ انا مش عارف، ليه مفيش شفافيه؟ برده مش عارف بغض النظر بقى عن بعض التصريحات اللي ما تلقش ابدا باي حد يكون متواجد في منصب زي منصب رئيس اتحاد الكره يعني ما ينفعش مثلا مع يعني معلش يعني معلش مع كامل احترامي للمهندس احمد ما ينفعش اطلع اقول الناس الفتايين لا سيب بقى نسيب المصطلحات دي الناس مش موجوده في مركز كبير زي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مش مش مناسبه مش لايقه يعني عارف رئيس اتحاد كوره يقول كلمه فتايين دي مش مش لاي انا ما اعرفش هو قصده على مين لكن في كل الاحوال ايا كان قصده على مين لا الناس كلها ليها احترامها الناس كلها ليها كل التقدير اي حد يقدر يقول حلول اي حد ينتقد اي حد يعمل اي حاجه طالما انت مش مطلع لي حلول ملموسه ما فيش حلول على ارض الواقع كله كلام مرسل وكله كلام زي ما قلت لحضراتكم يبدو ان هو مبشر جدا لكن حتى الان ما فيش اي جديد ما فيش اي خطابات وصلت للنادي الاهلي لا من الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد المصري لكره القدم مفيش غير تصريحات المهندس احمد من جهاد امبارح اللي بنامل جدا ان التصريحات دي في الاخر تطلع حقيقيه ويبقى الموضوع فعلا في حل لكن تعالوا نفكر كده مع بعض هو ممكن يكون ايه الحل ممكن يكون ايه الحل هو لحد دلوقتي مفيش حلول انا بقول لحضراتكم مفيش حلول حتى الان لكن طبقا للتصريحات دي تعالوا نستشف مع بعض كده مع بعض بصوت عالي رقم واحد هل ممكن يتم تعديل مواعيد كاس العالم كاس لا انسى مستبعده تمام ادي حل رقم واحد استبعده ما تفكرش فيه اصلا لاسباب كتير جدا من غير ما نخوض فيها تمام تمام تاني حل وهو الاقرب طبقا للمعطيات وطبقا لقرايه المشي ايه هو الحل؟ ان يبقى في تبكير لبدايه كاس الامم الافريقيه ثلاث اربع ايام اربع ايام بالتحديد يعني بحيث ان البطوله تبتدي بدري شويه تنتهي قبل بدايه كاس العالم ويبقى في مساحه اربع ايام بالظبط او ثلاث ايام تقريبا للاهلي عقبال ما يجمع لعيبته ويشارك في اول مباراه ليه يوم 5 فبراير هو ده الحل الاقرب بالمناسبه عشان بعرفين عارفين يعني الاهلي كده متضرر برضه هتقولي يا عم انت مش عاجبك حاجه هقول لك لا هي ظروف واحنا موجودين فيها ومفيش حل غير لو تم تنفيذ الحل الثاني اللي انا بقول لحضراتكم ده ان هو يبقى في تبكير لبطوله الامم الافريقيه وبرده هيبقى في جهاد للاعيبه النادي الاهلي لك ان تتخيل ان من الوارد ان تونس اللي فيها علي معلول توصل نص نهائي مالي اللي فيها اليو ديانج انت بتتكلم على اسمين جامدين قوي قوي مهمين وعناصر اساسيه في فرقه النادي الاهلي يوصلوا قبل النهائي باذن الله واحد احد يا رب مصر كمان توصل لنص النهائي كم لعيب في مصر من الاهلي عد سبع ثمان لعيب ده بالميت يعني الله اعلم اختيارات كيروش هتبقى ايه ساعتها لكن اقل تقدير يا عم نقول سبعه سبعه احط عليهم ثلاثه المحترفين بما فيهم بدر بنون لو انضم المنتخب المغربي فادي عندك 10 ده 10 ده اقل اقل تقدير يعني ممكن يكونوا اكتر من كده لو تم اختيار عناصر اكتر من المصريين في المنتخب من النادي الاهلي يعني فبالتالي انا عايز احل الفزوره بصراحه اللي بيقولها المهندس احمد مجاهد هي فزوره ممكن يكون بيلعب معانا شويه كلنا نقعد نلعب كده مع بعض ونحل بقى ونقعد نتوقع ونجتهد وكلام لا لا بعد اذنك اطلع قول ايه اللي حصل ايه الخطوات ايه الاجراءات ايه القرارات وبعدين هو امتى الوقت المناسب اللي هيتم فيه الاعلان احنا النهارده ايه النهارده 13 ديسمبر من المفترض ان انت لو لك ثلاث اسابيع على انطلاق كاس الامم الافريقيه اللي هو هي حتي... اللي هي هتبتدي يوم 9 يناير طبقا للميعاد المعلن وطبقا لاتحاد الافريقي لكره القدم اللي عمل العد التنازلي على حساباته الرسميه لبدء البطوله يوم 9 يناير طب انت لو هتبدر البطوله شويه فلازم تعلن بسرعه في اقرب وقت ممكن لو في قرارات من الاتحاد الافريقي بكده فلازم يبقى في سرعه في في الاعلان يعني عشان كل واحد يستم أموره الامور تبقى نشوف هتمشي ازاي لكن في المقابل عشان نبقى برضو بنتكلم بشكل صريح مع بعض الاهلي في كل الاحوال متضرر هتقول لي ازاي هقول لك انت شايف دلوقتي منتخب مصر بيلعب في كاس العرب حلو وعندك ضغط الماتشات بيساوي ايه اجهاد في اصابات علي معلول مصاب مع منتخب تونس لسه فرص مشاركته ما في ماتش مصر حلو <applause> حمدي فتحي اجاد في العضله الخلفيه محمد الشناوي اجاد في العضله الخلفيه لا قدر الله ممكن اي لاعب تاني يجيله اجهاد احمد حجازي نفسه مش معانا في الاهلي بس جاله اجهاد في العضله الخلفيه فما بالك بقى لما تلعب في بطوله امم افريقيا ويحصل اجهاد للعيب وبعديها بثلاث ايام بس اللي هو يا ايه يلموا حاجتهم من الفندق بتاعهم في الكاميرون ويجروا يطيروا على مين على الامارات عشان يشاركوا مع الاهلي في كاس العالم يا دوب يوصلوا يلبسوا الزي بتاع المشاركه في المباراه على طول لو لحقوا تمرين واحد يبقى يعني يبقى حاجه كويسه لا اتمرنوا مع مدير فني ولا اتعودوا على الشكل اللي هيلعبوا بيه او السيناريو اللي هيلعبوا بيه المباريات دي تحديدا المباريات دي خاصه جدا وليفل عالي قوي ففي كل الاحلال الاهلي متضرر لكن ايه اللي بيحصل بتحاول تخرج باقل الخسائر عشان يبقى المصطلح او التعبير صحيح يعني بتحاول تخرج باقل الخسائر عشان تقدر تشارك في كاس العالم للانديه بالقائمه كامله طب ما في جزئيه تانية هي ايه ان انت محدد بوقت معين تبعت فيه القائمه اللي هتشارك في كاس العالم ف طب ما هبعت امتى طب ما تقول لي هتعمل ايه قول لي الدنيا ماشيه ازاي عشان اقدر اسيستم امور عشان اقدر اشوف الدنيا هتمشي ازاي واجهز و... نفسي ازاي يعني فده امر غريب جدا خلينا نشوف وخلينا ننتظر وخلينا كمان ايه نستبشر خيرا بتصريحات المهندس احمد مجاهد إن, ان شاء الله باذن الله تعالى يكون في حل ونترقب موعد الاعلان عن الحل ده يعني لان زي ما قلت لحضراتكم احنا عايزين المنتخب يبقى بكامل نجومه والاهلي بكامل نجومه زي ما قال المهندس احمد مجاهد. وبالمناسبه الشيء بالشيء يذكر يعني لان في احد مش عايز اقول مين هو يعني قال لك هو الاهلي زعلان ايه ده بيشارك في بطوله وديه فانا بصراحه قعد اول ما سمعت كده والله بجد قعدت اضحك ضحك بطوله وديه ايه دي بطوله كاس عالم انديه معتمده من الفيفا لما تيجي كده تفتح بروفايل مصر في الاتحاد الدولي لكره القدم هتلاقي انجازات ثلاث انجازات بس مسجلين باسم مصر ثلاث انجازات اللي هم ايه برونزية كأس العالم للشباب 2001 وبرونزية الأهلي في 2006 في كأس العالم للأندية وبرونزية الأهلي في 2021 في كأس العالم للأندية فده معناه إيه؟ إن هي بطولة ودية ولو هي بطولة ودية الكل بيحلم يروح لها ليه؟ فسيب اللي يقول يقول هي بطولة رسمية وده بيبقى يعني يعني الواحد بي بيبقى نفسه يروح البطولة اللي زي دي فغصب عنه بيحاول يقلل من قيمتها يعني فيش مشكله في كل الاحوال ان شاء الله باذن الله يكون في حلول وان شاء الله باذن الله الكل يستفاد اكبر استفاده ممكنه لكن لان في الاول وفي الاخر احنا يهمنا اسم مصر من خلال المنتخب ومن خلال ممثل مصر وافريقيا هو النادي الاهلي في كاس العالم للانديه هذا الملف اللي حابين نبتدي فيه مع حضراتكم وكل التفاصيل واخر الاخبار في الجزئيه دي تحديدا خلينا نترقب ونشوف هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه استنوا طيب خلينا نتكلم عن حدث برضه كان مهم جدا النهاردة وهي قرعة دوري أبطال أوروبا وفي الحقيقة حتى الناس بتوع أوروبا دول بيغلطوا لكن خلينا أقول لكم بس في الأول كده النتائج بعد إعادة القرعة وهحكي لكم التفاصيل اللي حصلت النتيجة كانت إيه؟ نتيجة القرعة إن مانشستر سيتي هتقابل سبورتنج لشبونة باير ميونيك هيقابل ريد بول سالزبرج النمساوي تشيلسي هيقابل ليل الفرنسي واياكس امستردام مع بنفيكا البرتغالي واليوفي الايطالي مع فيريال ومانشستر يونايتد مع اتلتيكو مدريد ومواجهه ناريه جدا هتكون ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومواجهه ايضا هتكون قويه بالنسبه لليفربول مع الانتر الايطالي دي النتيجه النهائيه لقرعه دوري الابطال هقوله برضو لحضراتكم نتيجه قرعه الدوري الاوروبي بالمره اشبيليه هيقابل دينامو زغرب الكرواتي اشبيليه الاسباني طبعا وهو دايما متمرس جدا في في اليوروبا ليج واخد اكتر من لقب برشلونه الاسباني متخيل انت انت مستوعب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده ان برشلونه اسباني احنا لا مش بنقول اسمه في دوري ابطال اوروبا لا احنا بنقول في اليوروبا ليج حاجه صعبه شويه بصراحه يعني لان برشلونه فريق كبير جدا يعني وتاريخ عظيم يعني فبرشلونه الاسباني هيقابل مين في اليوروبا ليج هيقابل نابولي الايطالي و بورسيا دورتموند الالماني هيقابل جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بورتو البرتغالي مع لاتيو الايطالي اتلانتا الايطالي مع اولمبياكوس اليوناني لايبزيج الالماني مع ريال سوسيداد الاسباني زينت سان بطرسبرغ مع الروسي طبعا مع ريال بيتيز الاسباني تشيرف المولودوفي مع سبورتنج براغا البرتغالي دي نتائج قرعه الشامبيونز ليج واليوروبا ليج كمان لكن تعالى بقى نقول ايه اللي حصل اصلا اكيد حضراتكم طبعا تابعته القرعه في الاول اتعملت واصفر او نتيجه القرعه اصفرت عن نتائج مختلفه او عن مواجهات مختلفه عن اللي احنا قلناها لحضراتكم اللي قلناها لحضراتكم ده الرسمي خلاص اللي كان من كام لحظات لكن تم اعلان قرعه مختلفه بعد اجراءها بمواجهات مختلفه وتم اعادتها ودي فضيحه في, في حد ذاتها والله فضيحه احنا هنا دايما في مصر او في افريقيا لما بيحصل اي حاجه بنقول يا جماعه نفسنا نبقى زي الناس اللي في اوروبا طول. والناس العالميين دول ما بيغلطوش خالص وحاسبين كل حاجه بالدقيقه وبالثانيه وب... ونقعد ناخد الامثله من خلالهم وننتري بقى نقول اه احنا ما فيش فايده احنا لكن هناك برضو الناس بتغلط الغلط عادي يا جماعه كل الناس بتغلط ما فيش اي مشكله لكن الميزه في الموضوع سرعه اتخاذ القرار يا جماعه احنا غلطنا في كذا 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 فنعيد القرعه يلا ما فيش مشكله احنا غلطنا بنعترف وبنصحح غلطنا رغم ان هي فضيحه بكل المقاييس يعني اول مره حاجه تحصل من النوع ده يعني فايه اللي حصل في القرعه عشان كده عدوها يعني تم وضع ورقه مانشستر يونايتد ضد دي ريال وهم اصلا كانوا في مجموعه واحده احنا عارفين وده ما ينفعش ازاي فما كانش ينفع الاثنين يبقوا في من الوارد ان النتيجه تطلع الاثنين يواجهوا بعض وهم كانوا مع بعض في مجموعه دي لو واحد دوري ابطال اوروبا طيب. رقم اثنين تم تجاهل وضع اتلتيكو مدريد ضمن خيارات مواجهه اليونايتد لان اليونايتد طلعوا الاول اتلتيكو مدريد طلعوا الثاني بعد ليفربول فكان من الوارد جدا اول يلعب ثاني هو طبيعي هي اللوائح برضو بتقول كده ولما تعادت فعلا لعبوا بعض حلو ثالث حاجه ريال مدريد كان ممكن انه يواجه فيريال رغم انهم من نفس البلد وبرضو طبقا للوائح للتشامبيونز ليج ان مش عايزين فرقتين من بلد واحده يلعبوا بعض رابع حاجه والاخيره ليفربول كان موجودا ضمن خيارات خصوم اتلتيكو مدريد رغم ان هم تاهلوا من نفس المجموعه فدي الاخطاء اللي نتج عنها ضروره وحتميه اعاده القرعه لكن تعالوا نشوف بقى ابرز المستفيدين والمتضررين من الاعاده دي اول حاجه مانشستر يونايتد نتيجه القرعه الاولى اللي هي اللي اتعادت دي كان هيقابل مين؟ باريس سان جيرمان فكانت مواجهه غايه في الصعوبه وغايه في الاثاره كمان لان كنت هتقابل رونالدو مع ميسي ونتمتع احنا بقى احنا المستفيدين بصراحه. فاهم؟ فاستفاد مانشستر يونايتد من الموضوع ده انه هيقابل فريق اقل قوه شويه وفي الحقيقه السنه دي هم مش مستواهم اتلتيكو مدريد خسروا كمان امبارح من ريال مدريد 2-0. وما كانش ليهم اي يعني دور في المباراه او اي هجمات خطره يعني من المتضررين ريال مدريد الناس دايما بتتوقع ان ريال مدريد في دور ال 16 القرعه دايما بتخدمه مع فرق ضعيفه وفرق يقدر يتخطاها بسهوله فكانت النتيجه الاولى ايه في القرعه الاولانيه ان ريال مدريد تقابل بنفيكا أنا واحد من الناس بيحب ريال مدريد فانبسطت قوي قلت حلو قوي بنفيكا يعني هنقدر نعدي ونكسب لما تعادل القرعه ريال مدريد هي اللي هتقابل باريس سان جيرمان فالموضوع بقى صعب بل صعب كمان جدا وراموس كمان هيواجه فرقته وميسي يرجع البرنب... يرجع سانتياجو برنابي تاني فاهم فماتشات هيبقى ماتش طبعا بالتحديد ده هيبقى صعب جدا وممتع في نفس الوقت نسب فوز باريس سان في الحقيقه هتكون اعلى نسبيا يعني لان نجوم كتير ولاعيبه قد كده وميسي بقى ومبابي ونيمار طبعا اكيد هيكون خف سيرجيو راموس دونا روما عد براحتك حكيمي بقى رينالدوم ناس كتير جدا وريال مدريد ماشيين بشكل كويس قوي عامل مباراه حلوه قوي الولد فينيسيوس جونيور ده هيبقى احسن لاعب في العالم خلال سنوات قليله جدا جدا في قمه مستواه مودريتش ما شاء الله عليه رقم تقدمه في السن كان ممتاز امبارح في مباراه اتلتيكو فريال مدريد واقفه على رجلها شويه فالمباراه هتكون صعبه على الفرقتين لكن ما تقدرش تقول الفرص مين اكبر لكن نسبيا نسبيا لباريس سان جيرمان ليلي فرنسي في القرعه الاولى اللي اتعادت كان مع تشيلسي حاول يهرب من تشيلسي ما عرفش وقع برضو برده في القرعه بعد الاعاده مع تشيلسي فمواجهه طبعا صعبه ليلي فرنسي جدا جدا وسهله نسبيا لتشيلسي بطل الشامبيونز ليج واللي هيلعب كاس عالم واللي ماشي بشكل جيد ومنافسه قويه جدا في الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي وليفربول بايرن هيقابل ريد بول سالزبورغ وكان ريد بول ده هيقابل مين في القرعه الاولى ليفربول فليفربول دلوقتي هيقابلوا الانتر مباراه صعبه سنه شويه يعني وفي المقابل طبعا بقت سهله للبايرن مانشستر سيتي مع سبورتنج لشبونه في المتناول جدا لمانشستر سيتي المباراه المتكافئه نسبيا رغم الارجحيه هتكون اكتر شويه لايكس هي مباراه آياكس مع بنفيكا يوفنتوس وفيا ريال برده ممكن يحصل مفاجات لان يوفنتوس بيمشوا على سطر ويسيبه سطر يعني فخلينا نشوف لان في الحقيقه الشامبيونز ليج دايما ممتع ومثير جدا ومن افضل البطولات في العالم اللي دايما بنستمتع بيها للغايه يعني ده فيما يتعلق بقرعه دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج وكواليس اعاده هذه القرعه هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى بعض الاخبار المهمه بتتعلق بالنادي الاهلي وكمان اخر استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهه تونس بعد بكره ان شاء الله في كاس العرب استنونا. طيب ركز معايا بقى في الخبر العاجل ده لان الامور واضح ان هي ابتدت تتضح بشكل كبير جدا بخصوص تعارض مواعيد بطوله كاس العالم للانديه مع بطوله الامم. الأفريقية وهقول لحضراتكم الـ الـ الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي بشكل رسمي لإتحاد المصري لكره القدم معناه ايه وممكن يدل على ايه بشكل كبير جدا فخلينا نقرا مع بعض الاهلي يشكر اتحاد الكره لحل ازمه تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه في خطاب رسمي ارسلت اداره النادي اليوم خطابا لاتحاد كره القدم تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بذله المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022 وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 ل 12 فبراير 2022 وتأكيده أن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم الأفريقية بكامل لاعبيه وكذلك فريق الأهلي سوف يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبيه. وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الكره لاحدى القنوات التلفزيونيه بالامس اللي احنا كنا بنعلق عليها من شويه واشار الاهلي في خطابه الى ان اداره النادي وهي تثق تماما في تصريحات المهندس احمد مجاهد قامت بابلاغ الجهاز الفني لفريق الكره للقيام بالترتيبات ده حلو قوي الكلام ده للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنيه والبدنيه للمشاركه في كاس العالم للانديه اخذا في اعتباره ان الفريق سوف يخوض هذه البطوله ومعه كل لاعبيه بمن فيهم الدوليين واخد بالك من الكلام مركز معانا الحاجات اللي بين السطور ليها معني كبير جدا وهو الامر الذي يحقق مبدا تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه واكد الاهلي ايضا على انه يقدر تماما الدعم والمسانده اللذين قام بهما اتحاد الكره، خاصه ان فريق الاهلي يقود مونديال الانديه ممثلا للكره المصريه بل للكره الافريقيه باكملها. كلام مهم جدا ومبشر قوي قوي قوي، معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه وواضح قوي ان في حلول في الافق، بل ان كمان في حل خلاص تم الاتفاق عليه، في انتظار الاعلان الرسمي من خلال الاتحاد المصري لكره القدم وبالطبع من خلال الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بخصوص هذه الازمه وهذا التعارض. اذا كده نبتدي نطمن شويه وطبعا زي ما قلت لحضراتكم في الاول لو فعلا في حل احنا اول ناس هنسقف للمهندس احمد مجاهد وهنشكره وهنحييه تحيه خاصه جدا. لان هيبقى فعلا بذل مجهود كبير طالما الاهلي بعت بعت الخطاب ده بيشكر فيه اتحاد الكوره والمهندس احمد مجاهد يبقى فعلا في حلول خلاص. وده اللي احنا قلناه في الاول وقلنا اتكلمنا بالتفاصيل في الاول قلنا احنا يا جماعه عايزين وضوح وعايزين الدنيا تبقى واضحه عشان يبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي كده الامور ابتدت توضح بشكل كبير قوي وواضح ان في حلول بتظهر في الافق بان خلاص فعلا زي ما قال المهندس احمد مجاهد فعلا امبارح في تصريحاته ان المنتخب هيلعب بكامل نجومه في كاس الامم الافريقيه والاهلي هيلعب بكامل نجومه في كاس العالم للانديه وده طبعا واضح ان تم التنسيق عليه مع النادي الاهلي وانا عاجبني قوي الجزئيه دي اللي في خطاب النادي الاهلي اللي تم ارساله النهارده للاتحاد المصري لكره القدم المهندس احمد مجاهد ان الاهلي بيثق تماما في تصريحات المهندس احمد مجاهد وبالتالي عملت ايه اداره النادي الاهلي ما هو الاهلي برده بيشتغل بقى بيجهز نفسه قال لك احنا كمان ها أبلغنا الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بالترتيبات والتحضيرات الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية آخذا في اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة مع كل لاعبيه بمن فيهم الدوليون وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص كده الأهلي خلاص بيجهز نفسه يا جماعة رسميا بإذن الله تعالى بيجهز نفسه بفرقته كاملة أن هم يكونوا موجودين في كأس العالم للأندية بإذن الله واحد أحد يعني ربنا يحميهم بس من الإصابات وإن شاء الله نمثل مصر خير تمثيل بل كمان نشرف القارة الأفريقية زي ما تعودنا من خلال النادي الأهلي دايما وبيشرف بيشرف القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية في معظم المشاركات اللي شارك فيها فكلها أمور مبشرة وخبر عاجل مهم جدا ومفرح جدا وإن شاء الله بإذن الله نسمع التأكيدات قريب من خلال حلول فعلا خلاص بشكل رسمي ده فيما يتعلق به هذه الجزئية ونتفائل كلنا بإذن الله تعالى خلينا بقى ناخد اخبار الاهلي في المواقع تحديدا والحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا ونبتدي بمين؟ نبتدي بالمصري الرياضي واللي بيقول لك موسيماني يستقر على قيد رباعي الاهلي افريقيا قبل السوبر الافريقي وهنا بيتكلموا على ان الاهلي استقر على قيد مين من خلال الخبر ده في المتن يعني قال لك بيرسي تاو طبيعي لويس ميكسوني اكيد احمد عبد القادر مؤكد كريم فؤاد جدا ممكن بس اعتقد مش هيبقى الرباعي بس لان يعني في كمان عندك حسام حسن مش مقيد افريقيا هيتم قيده واكيد عمار حمدي كمان هيتم قيده فهنشوف طبعا كلام النهائي بخصوص القيد ده لكن الاهلي اكيد هيكون معاه القائمه كامله في كاس العالم لان او تحديدا في السوبر افريقي لان ده امر مهم جدا ومباراه صعبه امام الرجاء نروح يلا كوره سريعا واللي بيقولوا ان سبب الاصابه ثنائي الاهلي خارج حسابات السوبر وقصدهم هنا على محمود متولي للاسف جالوا امبارح في الماتش الودي او امبارح امام طلائع الجيش مزق في العضله الاماميه فبالتالي هيغيب فتره حظه سيء جدا نفس الحال بالنسبه لصلاح محسن رغم ان لسه الموضوع ما اتضحش قوي فرص لحقه بالسوبر لكن هنا بيقولوا طبقا للخبر ان عنده تمزق عضلي هو الاخر فبالتالي هيكون خارج السوبر لسه ما فيش الرسمي بالتحديد بخصوص صلاح محسن تعالوا بقى كمان نتكلم على بدر بنون اللي تالق بشكل رائع جدا في كاس العرب من خلال حساب اليوم السابع على تويتر وبيقولوا ان بنون يطالب الاهلي بانتظار البعثه في الدوحه استعدادا للسوبر الافريقي مفيش حاجه اسمها فلان بيطالب الاهلي او كلام من ده لا الامور كلها بتمشي بالتنسيق وبالشكل المنطقي بنون خلص خلاص مشاركته الاهلي مسافر كمان ثلاثة أربعة ايام لقطر وبنون موجود هناك فليه طيران ذهاب وعوده الراجل بيستعد من خلال برنامج تدريبي وضعه الجهاز الفني ليه هناك وبالتالي يلحق دايما ببعثه النادي الاهلي اول ما توصل بالسلامه ان شاء الله لقطر عشان يشترك معاهم في السوبر الافريقي وان شاء الله يكون موفق مع الفريق في حصد لقب مهم خلينا كمان نروح لليوم السابع لسه معاهم ومن خلال حسابهم على تويتر امم افريقيا امل اكرم توفيق الرحيل على الاهلي للدوري الانجليزي اكرم طبعا لعيب كبير جدا لكن هم هنا طبقا للخبر بيقول لك يعني ان هو محتاج نسب مشاركه عاليه مع المنتخب الوطني فمستني امم افريقيا ان هو يكون اساسي عشان أنتوا عارفين الدوري الانجليزي دايما من زمان جدا بياخد لعيبه دوليين يكونوا شاركوا بنسبه معينه مع منتخبات بلادهم عشان يتم قيدهم في الانديه اللي هتتعاقد معاهم اكرم توفيق لعيب كبير جدا طبيعي ان يجي عروض لكن حتى الان فيش اي حاجه رسمي يا جماعه بالمناسبه بخصوص اكرم او غير اكرم حتى بالتحديد في الاحتراف الاوروبي. تعالوا نروح لخبر اخر والوطن سبورت بتقول مصادر 2.5 مليون دولار خساير الاهلي حال الانسحاب من المونديال. هو يعني يا جماعه اصلا الموضوع ده مش مطروح ان الاهلي ينسحب من المونديال وخلاص احنا واضح ان في حلول بتظهر اهي وهيتم الاعلان عنها آه لاحقا ومش طابع الاهلي ايضا ان الانسحاب اصلا يعني اطلاقا عمر ما الاهلي بينسحب فالاهلي في كل الاحوال هيبقى موجود في كاس العالم وطبعا في مكاسب ماديه من المشاركه لمجرد المشاركه لكن كمان احنا عندنا امال ان احنا ناخد مكاسب ماديه اكتر لما تكون قامتنا كامله في كاس العالم ليه لا ما ننساش المباراه النهائيه فبالتالي المكاسب الماديه تزيد خلينا كمان نروح للوطن سبورت وبيتكلموا على ان موسيماني مع الاهلي بطولات بالجمله وهزائم نادره وده معناه ايه طب يا جماعه عشان الناس تعتقد موسيماني معناه انه مدير فني كبير هم هنا عاملين احصاء او احصائيات مميزه جدا وجانب تحليلي رائع من خلال الوطن، قال لك الراجل لعب 72 مباراه حتى الان مع الاهلي، فاز في 52، اتعادل في 15، خسر خمس مرات بس، سجل 155 هدف، استقبل 57 هدف، خمس بطولات مع الاهلي، الدوري المصري انا شايف ان ده ما يتحسبش الموسيماني لان هو الدوري كان خلاص الاهلي فاز بيه قبل الموسيماني يجي كان مع فايلر وكاس كاس مصر ده فاز بيه طبعا مع النادي الاهلي كاس السوبر افريقي فاز بيه مع النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا مرتين مع النادي الاهلي بل كمان في برونزيه كاس العالم وده يعتبر انجاز كبير جدا من خلال موسيماني ايضا خلينا كمان نروح لحساب الاهرام على تويتر وبيقولوا تفاصيل جلسه عبد الحفيظ مع كهربا بعد انباء الرحيل لا في رحيل ولا في اي حاجه يا جماعه كهربا ملتزم جدا وماشي بشكل كويس ودايما كل شوية الاخبار دي بنسمعها كتير يبقى الجانب الفني ده امر بيتعلق بالمدير الفني هو ادرى بكل شيء نتمنى طبعا ان الكهرباء يكون موجود وان يكون عنصر مؤثر وطبعا الحريه كامله للمدير الفني مستر بيتسو موسيماني نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل استنونا طيب خليني اكد مره تانية ونشكر مره تانية ونحيي المهندس احمد مجاهد زي ما احنا قلنا في اول الحلقه انه لو فعلا لا حلول احنا اول ناس هنسقف فاحنا بنسقف للمهندس احمد مجاهد في الحقيقه على المجهود الكبير اللي بذله واللي نتج عنه ان النادي الاهلي ارسل خطاب رسمي للاتحاد المصري لكره القدم بيشكر فيه المهندس احمد مجاهد على يعني مساندته للنادي الاهلي وعلى ايجاد حلول لهذه الازمه بخصوص تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم الافريقيه والخطاب عرضناه لحضراتكم واتكلمنا فيه بتفاصيله وقلنا كل الكلام الموجود في هذا الخطاب وخلاص نطمن بشكل كبير جدا ان خلاص في حلول والاطمئنان بس مش بخصوص النادي الاهلي بالمناسبه لا كمان بخصوص منتخبنا الوطني الاول انه خلاص باذن الله هيشارك طبعا بكامل نجومه وده امر طبيعي وبديهي جدا بيتخللهم كمان لاعبي النادي الاهلي وكذلك النادي الاهلي باذن الله في كاس العالم الانديه يشارك بكامل نجومه عشان يمثل مصر خير تمثيل وايضا يمثل القاره الافريقيه خير تمثيل طيب خلينا نتكلم شويه عن منتخبنا الوطني بقى اللي عنده مباراه مهمه جدا مع المنتخب التونسي بعد بكره باذن الله تعالى الساعه 5 المغرب بتوقيت مصر فطبعا المنتخب كان راح امبارح بعد التاهل نصف النهائي على حساب المنتخب الاردني بالفوز بنتيجه 3-1 فالجهاز الفني طبقا للبرنامج الخاص بالاستعداد لمباراه نصف النهائي امام تونس ادى للمنتخب وادى للفرقه كلها راحه لمده 24 ساعه تخللها بعض التدريبات الاستشفائيه الخفيفه في حمام السباحه وكل هذه الامور وبالتالي كان مهم جدا جدا ان النهارده يكون في برنامج او استئناف لبرنامج تدريبات المنتخب وده من خلال طبعا الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم على تويتر واللي قال النهارده كان في اجتماع وجلسه من الجهاز الفني مع اللاعبين وايضا تحضيرات مهمه جدا جدا للمباراه وتدريبات هتكون هتقام مساء بالتحديد في نفس توقيت المباراه اللي هيكون في تمام الساعه الخامسه بتوقيت القاهره باذن الله تعالى وسيسمح لوسائل الاعلام متابعه اول ربع ساعه من المران النهارده بالنسبه للمنتخب طيب فيما يتعلق بقى ايه بالشناوي حمدي فتحي وده برضو اللي ذكروا الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم ان اكدوا ان نتيجه الاشعه اللي اجراها محمد الشناوي حمدي فتحي هي اصابه كل من هما باجهاد في العضله الخلفيه ده احنا عارفينه والدكتور محمد ابو العلا احد الدكاتره المميزين جدا في الحياه طبيب المنتخب قال ان النتائج جاءت كما كان متوقعا دي لقطات من مران المنتخب فيما بدا اللاعبان بالفعل تنفيذ برنامج علاجي من اجل اللحاق بالمباراه يوم الاربعاء انا يعني اعتقادي الشخصي ان هيكون صعب جدا ان يلحق حمدي الله اعلم اتمنى انه يلحق بس الاجهاد ده ممكن ينتج عنه بعد كده مزق طبعا طبيب المنتخب ادرى مننا بكتير يعني من شغلته ومحمد الشناوي بيبقى دايما حريص على المشاركه يا رب بس يشارك وهو يكون سليم ونتمنى لو حجازي كمان شارك يكون سليم. خلينا نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيقول متفائلون بقدره حجازي والشناوي وحمدي فتحي على اللحاق بمواجهه تونس ده من خلال طبعا مصدر من منتخب مصر قال لحساب في الجول نتمنى ان احنا نشارك قدام تونس بالقوه الضربه بكل العناصر المهمه جدا جدا انت كمان بيرجع لك اكرم توفيق بعد الايقاف لما خد خد ففي نفس الوقت ان انت تلعب كامل قدام تونس هيبقى فرصه كويسه قوي منتخب تونس منتخب كبير وقوي لكن في نفس الوقت انت برضو عندك عناصر مميزه تقدر ان انت تتخطى المنتخب التونسي انا بس بتمنى بتمنى ان علي معلول ما يلعبش اولا عشان كفاءته كبيره جدا وتاني حاجه عشان الاصابه ما تتجددش ولا حاجه باذن الله يكون جاهز معانا في في السوبر يعني فهنشوف ونتابع ايه اللي ممكن يحصل طيب خلينا كمان نروح للاتحاد المصري وحسابهم على تويتر وبيقولوا ان في بيتم الاعلان عن خريطه طريق انتخاب مجلس الاداره الجديد زي ما حضراتكم عارفين خلاص قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه احمد مجاهد عقد الجمعيه العموميه العاديه للاتحاد يوم 5 يناير المقبل لاختيار مجلس اداره جديد الاتحاد عن طريق الانتخاب ودعوه 129 نادي لحضور الاجتماع وتمثل الجمعيه العموميه وبالتالي يوم الثلاث هيكون بدايه فتح باب الترشح وهيستمر لغايه يوم 20 ديسمبر وان شاء الله باذن الانتخابات تكون يوم 5 يناير دي ابرز الامور والاحداث المحليه واللي بتتعلق كمان بمنتخبنا الوطني المصري دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج وتفصيل جديدة على مختلف الأصعدة بإذن الله تعالى إلى اللقاء